مساء الخير. في المشهد الداخلي زحمة أحداث وملفات ثقيلة وأسئلة تبحث عن الأجوبة المناسبة، فمتى ينضج الحل اللبناني ويصبح الملف الرئاسي حاضراً وبقوة على طاولة البحث الجدية؟ وإلى متى ستبقى الأزمات مفتوحة على مصير قاتم؟ وماذا عن عاصفة ملف النازحين السوريين المتأثرة بمناخ الانقسام والانشقاق الداخلي البغيض؟ بالأمس سلم لبنان رده على الورقة الفرنسية عبر السفارة الفرنسية في بيروت، فماذا عن الخطوة المقبلة، علما أن لبنان متمسك بالقرار 1701 كمدخل لأي حل منتظر؟ حل هل ترسمه حرب غزة مع قبول حركة حماس مسودة الاتفاق على وقف إطلاق النار على واقع وصول الدبابات الإسرائيلية إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر؟ فكيف سينعكس موقف حماس على المسار التفاوضي السياسي في القاهرة؟ وما هو المنتظر سياسيا وميدانيا في اليومين المقبلين؟ وهل تكون معركة رفح لزوم النزول الإسرائيلي الطويل عن الشجرة الطويلة التي تسلقتها تل أبيب كما يقول يحيى دبوق اليوم؟ ضيف هذه الحلقة من برنامج 90 دقيقة عضو تكتل لبنان القوي النيابي ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية دكتور فريد البستاني. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. مساء النور. على أن ينضم إلينا في القسم الأخير من هذه الحلقة عبر سكايب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من 90 دقيقة. وبدي أرجع رحب فيك دكتور، بعرف أنه كان عندك نهار طويل اليوم، كان عندك مؤتمر صحافي بمجلس النواب وعقدت هذا المؤتمر الصحافي لإيصال الصوت مثل ما فهمت، ولتقول بأنه عندك معلومات عن موضوع النافعة وأنه لا يستطيع أي وزير أن يفتح على حسابه مثل ما حضرتك قلت، وقلت لو كان وزير الداخلية حريص على المرفق العام لكان حضر اجتماع اللجنة الذي كنت دعيت إليه، ووصفت ما يجري اليوم بالنافعة بأنه فضيحة ستكون ذكرى سوداء في تاريخ الحكومة وفي تاريخ هذا الوزير المعروف عنه أنه لائق ونظيف، وأشارت إلى أنه فريد البستاني ليس قلما أصفر. عليت السقف كتير، هجوم لاذع على وزير الداخلية، شو سببه؟ يا سوسن كل مرة منقول انه بلد فساد، منقول انه وين الفساد؟ بيقولوا بالنافعة. طيب مين بيقولوا المنظومة؟ مين المنظومة؟ فنحن لازم يكون عنا جرأة حتى نحط نقول المنظومة فلان وفلان وفلان، لو مين ما كان بأعلى مركز بالدولة لازم يكون عنا الجرأة. بعدين انا وظيفتي كنايب مثل الأمة مفروض أن أقول الحقيقة. نحن موضوع النافعة موضوع شائك جدا، صار له كذا سنة عم نتعذب، ومن زمان أنا بتذكر من 10 سنين الموضوع النافعة كان في مشاكل وما تنظم. طيب اليوم من شي تقريبا سنتين توقفت النافعة، في عنا مشاكل لوجستية معلوماتية، بس أنا اليوم أكتر شي كان بيهمني موضوع الموصفين. سوسن موصفين اجوا راحوا وقفوهم. مين وقفهم؟ وقفهم الرجال الامن بامر قضائي واستجوبوهم، في منهم بقيوا شهرين بالحبس. بس رفقهم بماذا؟ حطوهم مع القتلة، مع القاتلين القتلة، حاطينهم مع الحشاشين هو بدون تحقيق. بعدين عملوهم تحقيق وقالوا له يا اللي بده يطلع بده يكون عليه جنح، وحطوا عليهم جنح. لا استكملوا التحقيق ولا شيء، بقيوا بالهيدا. وبعدين بدل ما يرجعون على شغلهم مثل القانون بيقول انه بعد 60 يوم بيرجعوا على شغلهم، هلا في قسم من رواتبهم اوكي، بس هو اللي ما في عليهم حكم. بس شو كانت التهمة؟ ليه صار توقيفهم من الاساس؟ كان في رشوة. كان في رشوة، انا ضد الرشوة اكيد. أوكي. بس نحن حسب قانون الموظفين اللي هو 59/112 بيقول انه اذا الموظف ما عليه حكم جنحة يعني شائنة أو جناية بيرجع على شغله. وأنا بعرف أنه مجلس خدمة المدنية أقر أنه لازم يرجعوا. وزير الداخلية ما طبق القانون، راحوا استعقدوا عنه برجال أمن من الأمن الداخلي وحطوهم لا عندهم تريننج ولا بيفهموا بالمعلوماتية، وأكثرهم ما بيعرفوا بقطاع بس شرح السيارة. ليه وزير الداخلية ما قبل يرجعهم؟ كان في شرح لهذا السبب؟ فاسدين. أنا مع أنه إذا حدا فاسد حطوه برا،
تحطوه برا بالقانون. حطوهم برا وجابوا هالفريق وصار الناس بعد سنتين لا سجلوا سيارات لا قدروا ياخذوا دفاتر سواقه. في مشكله كبيره اليوم عم بيعاني منها في ناس عمرهم 20 سنه عم بيسوقوا صار لهم سنتين سيارات بدون نمره وبدون دفتر سواقه. بيقول الوزير انه عيننا فريق من رجال الامن صار 3 مرات رئيس المدير النافع اللي عينه بفل كل مره بنقول له ليش فل بيقول اداؤه ما كان منيح. طيب كيف عم بيكون التواصل جربت بينكم جربت وزير الداخلية؟ انه جربت اتقابل معه باللجنه ونساله انا وزميلي رئيس لجنه الاشغال سجي عطيه ورئيس لجنه التقصي حقيقي ابراهيم نايمه 3 رؤساء قعدنا مع المحافظ مروان عبود انا بوجه له التحيه لانه شو هالانسان المرتب اللطيف الادمي وبعد حدا معه الوزير مستشار. طب معلي نحن لجنه برلمانيه بدنا الوزير هيدا حقنا وقت اللي اللجنه بتطلب بكل تهذيب الا اذا في سبب قاهر انه ما يجي ما عم بيكون في رد او اعتذار عن عدم المجيء بيبعت المحافظ عده مرات قال انه انا مش ماني مرتاح بدي استقيل ووقفوا له استقالته على خلفيه شو منه مرتاح منه كتير موافق على الشيء اللي عم ينعمل. شو عملوا اخر شيء ليه ما بيطلع بيعمل مؤتمر صحفي المحافظ هيدا موظف دولي ما بيطلع بيحكي ومين السوبيريور تبعه وزير الداخليه فشو عملوا صار يقولوا كل معامله بدها تنعمل بده يندفع عليها $50 مشان هيك قلت انه خلصنا من فتره الرشوه ورحنا على ابتزاز مثل ما حضرتك وصفتها. اول كنا بفتره بخشيش او اكراميه طوعيه يعني انت بتروح على مطعم بيخدموك منيح بتعطيهم بخشيش اوكي. هلا انتقلنا لرسم او خوه او ابتزاز. بس مين فارضه هيدا يلي قايمين بالنافعة يعني عم تقول انه استبدل الموظف اليوم اللي هو متهم اصلا بالفساد بحسب وزير الداخلية بعسكر هو بعتهم من قبله من وزارة الداخلية وبالتالي اليوم انت عم تقطع يعني عم بتوجه اتهام مباشر لهؤلاء بانه هن فارضين بقوة الامر الواقع خوة قدرها $50 على كل سيارة. نعم قلت عم بقوله وانا اللي عم بقوله يمكن هن هول الموظفين الصغار اللي قاعدين على المعلوماتية وهيك يمكن مش هن عاملينا بس انا اكيد الاكبر. ليه؟ لانه وقت اللي استجوبناه لهالموظف بلجنة اقر ايه عم ناخد $50 يا خي انت مين بحق لك تاخد $50 مين خولك؟ نحن مجلس نيابي شرعنا زدنا ضربنا ب10 اضعاف رسوم التسجيل مفروض ال10 اضعاف يكفوا ليدفعوا معاشات لهيدا او يعطون شيء للإنتاجية لزيادة بالوقت اللي المواطن اللبناني مش قادر يحصل يعني على إذا بدك اليوم عايش كريم. بدي أعطيكي مثلا بيسجلوا 2000 سيارة بالشهر تضربيها $50,000 عم بيطلع براني. لا إذا بدها تطلع 100,000 أنا بدي إياها للدولة لحتى نصلح الطرقات نصلح ال 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 كل هال الأضواء الحمر كل هالاشياء اللي لازم لسلامة المواطنين. في شيء مقصود باقفال النافع طبعا اليوم في مقصود. وعدم استفادة أنا الدولة من هيدا الشيء المقصود. مين؟ انت بتعرفي وقت عندك مشكلة يا سوسان اول شيء بصير عندك احباط بعدين بصير عندك يأس بعدين بتستسلمي. المواطن استسلم قال لك خلص صار لي سنتين ما سجلت السيارة خد 50 صارت 100 والمية صارت 150. المواطن استسلم عم بينطر 2 ساعة و3 وال12 بيرجع بيجي تاني يوم بيقولوا مقضربين وصلونا لحالة اليأس. بس في عندك فئة تانية وفريد بستاني منهم اللي ما بيقبلوا يستسلموا. ليه قلت انك مش قلم اصفر شو يعني؟ لانه يعني عم بيقولوا طلعوا بيان من يومين هيدا البيان لا فيه التوقيع ما عرفنا مين بعته. اذا الوزير بعته يحط امضاء انا كتير بحترمه لوزير الداخلية هيدا بعد يعني افتر اول قاضي ومعروف عنه انه نزيه فهو لازم يتبنى هو الرأس وهو المسؤول. لا لو كان هو بعته كان حط توقيعه على الاقل ما حط توقيعه ليه ما حطه كمان بعدين هو بيقول انه ما تنسي انه البرلمان سيد نفسه. البرلمان هو هيئة رقابية على كل مرافق الدولة صحيح كلها ما فيهم يجي يقولوا هيدا الوزير طالع عباله يعمل هالطريقة وبكرة الدوائر العقارية بيفتوا غير فتوى ما بيصير هيك. قلم أصفر ربطا بشو هيك طلع برأيهم انه لازم لحتى يعطون
بونات بنزين للموظفين ليجوا على الشغل. هلا صاروا بيجي السمسار عند الموظف بياخد منه 3 بونات بنزين، حق البون 20 دولار، حقهم 60 بيعطيه 50. طب حاولت في مارشي باراليل، حاولت تتواصل مع رئيس الحكومه اللي وضعه في اجواء ما يجري؟ حاولت احكي مع رئيس الحكومه، بعثت له خبر مع المدير عام الليل، حاولت كل شيء. طيب لو هلا انا تواصلت مع الرئيس بري اليوم وكنت واضح انه نحن كلجنه اقتصاد عندنا جلسه 16 شهر بكون نهار خميس بعد جلسه الساعه 11 رح ندعي بكل احترام حبه لا وزير الداخليه بدنا نستمع له. هو عم ببعث لنا اخبار انه سوء تفاهم. اوكي انا بدي افهم منك الحقيقه، بس عبر مين عم يبعث لكم الاخبار؟ اخبار عم يكون في وسط بيناتكم يعني؟ بواسط ايه في ناس عدت. طب طالما انه في ناس محترمين جدا. اوكي بس انتبه، انا ما بروح لعنده. انا رئيس لجنه وانا عندي سفارة. انت تستدعي الوزير؟ بدي بستدعيه باحترام بيجي على المجلس. فانا روح لعنده او روح عند حدا انترميديير، رئيس بري ما بيقبل فيها ولا انا. المجلس سيد نفسه مثل ما حضرتك قلت، ونحن اذا بدهم يعينوا رسوم او غرامات او شيء بده يوافق عليها مجلس النيابي. هيدا دورنا طبعا، وهيدا بدنا نقوم فيه. يعني مكمل للاخر بهيدا الموضوع، هيدا اللي نفهمه. ما بتقول انه والله في تقصد يعني في تقصد اذا بدك باقفال هذا المرفق، لان البعض يعتبر بانه هناك جهات اليوم تدفع باتجاه هيدا الانهيار الكامل بما فيها عمل كل المؤسسات التابعة للدولة. ان شاء الله لا، وكان بس, بس لازم اقول انه انا شخصيا بتعرفي انا عندي مؤسسة، انا عم بخسر وانا لا ببرطل ولا رح ادفع رشوة وانا ما عم بسجل سيارات بالدكويني لانه بدهم يفرضوا علي وكل طلبات اللي انا مقدمينها صرنا كذا شهر حطيناها بالخزينة على جنب. ما عليه بخسر بس بيربح لبنان. والموظفين يلي شالوهم يلي ما عليه حكم جناية بده يرجع على شغله. انا هيدي شغلة كتير مهمة لألي. يعني على امل ان توصلوا للخواتيم المرجوة. يعني اذا اوكي بدنا نحارب فساد كيف؟ بالحكي بالبيانات الوزارية ولا بالشعارات؟ انت حطيته تحت يعني خانة الفساد. انا طبعا يعني حطيته، عندك معطيات تستند عليها في هذا الاطار، وقدمناها للقضاء صارت عند القاضي علي ابراهيم وغير محاكم. نحن عم نمشي بالطريقة الدستورية المضبوطة قضائية، ونحن متكلين على القضاء. خلينا نفتح ملفاتنا الثانية اللي كمان يعني كان فيها إذا بدك هيك عاصفة هبت فجأة بما يتعلق بموضوع النزوح السوري، علما أنه هذا الملف منه ملف ابن الساعة، هو ملف يعود إلى سنوات. والسؤال هو يعني كنا أمام استفاقة متأخرة بهذا الملف برأيك؟ وين كانت كل هيدي الأصوات اللي عم نسمعها سعادتك قبل سنوات؟ حضرتك بتقول أنه مصير البلد بات على المحك، ونحذر من مخاطر بقاء ملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المقلقة من دون المعالجات السريعة المطلوبة. قد يسأل سائل في هذا الإطار أنه بعهد الرئيس ميشيل عون اللي هو يعني 6 سنين ما صار في أي زيارة ولا تواصل مع الدولة السورية لتنظيم هذا الملف، على الرغم من الموقف اللي كلنا بنعرفه بما يتعلق بموضوع النزوح السوري. ليه هذه الاستفاقة بهذا التوقيت؟ لأنه ما في كان إجماع. أنا بدي أذكر هلأ في إجماع؟ منيح في عنا أرشيف وأنت عندك أرشيف. هيدي الأزمة بلشت 2011 صحيح. بلش النزوح وصارت الأطراف تقول لا بدنا اللبنانية يفلوا ويجوا سوريا مطرحون. الفريق اللي بدأت كان وزير الدفاع في ذلك الحين الله يرحمه فايز غصن وحكي عن هيدا الموضوع، وشفنا بعدين الجولات اللي صارت تتنظم إلى عرسيل وبعدين المواقف. خلينا ما ننسى أنه الوزير صالح غريب راح الشام وكان عنده خطة ونقشها. بس أنت لو عندك خطة إذا ما في إجماع مجلس وزراء وطرحتيها ما بتمشي. هلأ اليوم حسوا بالسخن. زاد الإجرام حوادث الأمنية صار عندك الفقر، السوريين أخذوا مطارح اللبنانية بأعمالهم والولادات مش معقول قديش في عنا هيدي ملفات قصيرة من سنوات يا سعادة النائب، ونحكى عن هيدا الموضوع. نسبة الولادات كانت تتخطى نسبة الولادات اللبنانية. طبعا أنا عندي معلومات على الولادات ما رأى أحكي لأنه أنت شاركت لايحة بسبتمبر الماضي. أنا شاركت
وحكيت عطيت عدد نازحين سوريين بكل قضاء، وقلت انه تظهر انه بالشوف تحديدا على سبيل المثال يوازي 3 أضعاف عدد المقيمين. وقت حكيت هجموا علي. طب بس من يتحمل مسؤوليه هذا الموضوع؟ مين؟ ايه؟ اولا لقلك شغله، بتحملها كل القوى الامنيه، لانه نحن انت عم تحط على القوى الامنيه، ما هو قرار سياسي اخر شيء، قرار سياسي. بس ان الحدود مفتوحة، بيقدروا ياخذوا قرار امني من دون العودة الى قرار سياسي او دخول البلد في مظلة سياسية. طبعا دخول البلد في خلسة هو جرم. عم تحكي انت عن الغير شرعيين او غير مسجلين؟ طبعا غير شرعيين. لكن اليوم يقال انه في عنا 2.3 مليون سوري، منهم 1.6 من النازحين الموجودين هن مسجلين باليو ان اس سي ار. 1.6 هيدا الرقم دقيق. في عنا 400,000 جايين خلصة، في 300,000 عندهم إقامات. نحن أصلا قبل النزوح كان عنا موصفين بالزراعة بالبناء، صحيح، هولي بس معهم يد عاملة. إقامة يد عاملة. 300,000 اليوم صاروا 2.3. 2.3 عم نحكي عن 2,300,000. طبعا 2.3 اللي عم نقوله اليوم انه يلي فاتين خلصة تفضلوا ظهرون. اليوم قصة المليار اللي عم بيحكوا عنها سوسان، هيدي هلا عم نحكي بقصة المليار، فجرتها أكثر بكثير، لأنه اللي عم يقبضوا مصاري هون بحولوا الأموال اللي بيطلعوها بلبنان بحملوها لبرا، ونحن عم نفقد وظائفنا وشبيبتنا والصبايا عم بيهاجروا. عم تسأليني ليه؟ أوكي. لأنه هيك. بس من يوم مين عم بيوقف عودة هؤلاء النازحين؟ وين الخطة التي وضعت؟ وليه رحنا للالتهاء إذا بدك بموضوع المليار بالوقت اللي من 2021 حسب ما فهمنا الاتحاد الأوروبي عم يدفع هذا المبلغ للدولة اللبنانية، وليه طلعت يعني اليوم إذا بدك تلهينا بموضوع المليار بلا ما نفوت على أصل المشكلة ونعرف ليه ما وضعت الخطة لإعادة هؤلاء؟ في خطة بس ما بنقدرنا ننفذها، لانه في ضغط من الاتحاد الاوروبي ودول اجنبيه يلي بدها تستعمل هالنازحين كضغط على النظام السوري. اوكي. طب يا عم النظام السوري اكثر الدول العربيه طبعت معه، شو بعد تركيننا نحن؟ يعني نحن فينا نفهم انه اليوم في قرار من قبل هذه العواصم الغربيه تحديدا بابقاء النازحين السوريين في لبنان. وفي خوف او خشيه من توطين هؤلاء. طيب طالما انه انتم كاشفين هيدا، اخر شيء الدول تعمل مصالحها، وليه نحن ما بنروح لنعمل مصلحتنا؟ نحن تواجهنا كذا مره بمجلس النواب مع سفراء غربيين بكل وقاحه كانوا عم بيقولوا ايه اتركونا عندكم. طيب وين نحن موقف الدوله اللبنانيه بهذا الموضوع؟ ليه ما كان في اجماع حول هذا القرار؟ ما في اجماع لانه ما بعرف ليش ما في اجماع. يعني تؤكد على انه اليوم في مشروع توطين للنازحين السوريين؟ نعم نعم نعم. وفق شو؟ تستند على ماذا؟ انا بستند على الكوميونيتي انترناسيونال، الطريقه اللي عم بيتعاملوا معنا. بدهم يساعدون هون، عم نقول لهم ساعدوهم ببلدهم. هلا اخر بدعه طلعوا فيها انه نعطي كل عائله 3-4 آلاف دولار وبيروحوا فيها على سوريا. طيب اذا نحن قلنا المليونين فاصلة ثلاثة، شيلي 300,000 يلي هن النازحين اليد العامله اللي انت قلت عنهم، عندك مليونين. اوكي. المعدل العائله السوريه اللي عنا هي 7 أشخاص، بي وام واكيد 5 أولاد، مش مثلنا عنه ولد او ولدين. أوكي. اذا قسمتيها على 2 قديش بتطلع؟ افترضي 4,000 دولار بسوريا اتس لوت اوف ماني، يعطونا المصاري يرجعوا. طيب بس ما نعملوا لك اخر شيء انه بعدها ما فينا نحن نجبرهم على عوده، في عوده طوعيه وفي مناطق غير امنه حتى الساعه، كيف بدك؟ هيدي خلصنا منها. خلصنا؟ اقل من 10% من المناطق السوريه هي غير امنه، هيدي طلعنا منها القصه. طيب مش هيدا المفروض يكون رد الدولة اللبنانية على إذا نحن ما عندنا مشكلة، إذا في اسم صغير كم ألف هن مهددين بحياتهم لظروف سياسية تدرس، كل حالة بتدرس، بس العدد الكبير بس هو السؤال عن جد دكتور، ليه اليوم تزن؟ يعني ليه اليوم هيدا الملف تحرك بهذه الطريقة بالوقت اللي كان المفروض يتحرك هيدا الملف، وكان في بالداخل اللبناني مين عم بنادي بهيدا الموضوع، وكان عم بيقول يجب التنسيق مع الحكومة السورية في هيدا الموضوع. نسيتي انه يلي قتلوه باسكال سليمان، باسكال سليمان وغيره وغيره. طيب. وغيره، والضحية اللي صارت ايوه، فهولي كلهم اشياء الشعب بلش يوعى. قالك نعم
مش انه بس اخذوا صاروا يبيعوا بطيخ. شو وظيفه الدوله عاده؟ سياسه هي بعد نظر. وظيفه الدوله تطبق القانون. سياسه بعد نظر. ما كنتوا يعني حاسبين انه حنروح الى انعكاسات سلبيه بهذا الموضوع بظل هذا الواقع القائم؟ الفريق اللي انا قريب منه كانوا عم بيحذروا. طب ليه ما طلعتوا على سوريا ونسقتوا مع اعلى الهرم في سوريا في ذلك الحين؟ لانه يلي بده ينسق هو لازم يمثل الحكومه. وكنتوا ممثلين بالحكومه كتيار وطني حر. بس ما كان في اجماع بالحكومه. طيب بس كان في فريق بالداخل الحكومه اللبنانيه عم بينادي بعوده النازحين. بس الوزراء اللي قريبين من الامير طلال كانوا دائما موجودين. صحيح. وكانوا دائما عم بيتحاوروا مع السوريين. وكان دائما في خطه بس ما كان في تجاوب من الحكومه. طب دائما كنا بنسمع انه هذا الموضوع يحتاج الى قرار سياسي. هذا اللوم مش علينا. هيدا لا ما في حدا يشيل الكره اخر شيء او المسؤوليه عن كاهله. هيدي مسؤوليه جماعيه. ساعتها مسؤوليه جماعيه. اذا واحد من اول نهار كان هو ضد هالمشروع ما بيتحمل مسؤوليه. طبعا خلينا نستفيد اليوم. تحول بهذا الموقف وعم بيروح يقول انه انا كمان لقيت انه معكم حق وانا عم شوف انه هيدا الملف هو ملف ضاغط وهو يعني عم بيكون لغير مصلحه لبنان. ليه ما بنروح الى تقاطع نستغل هذا التقاطع بالمرحله الحاليه؟ اكيد انا مع هالفكره انه نتقاطع ونحكي فيها. وبتصور اللقاء اللي دعا له الرئيس حنحكي عن هذه الجلسة وما هو المنتظر منها. أنا بقول رح تكون هي إطار لهالحديث. حلو. طيب دايما نسمع أنه عودة النازحين السوريين يحتاج إلى قرار سياسي كبير. فيك تشرح لنا شو يعني قرار سياسي كبير ومين هن الأطراف المعنيين باتخاذ هذا القرار؟ بالقانون ما في سياسة. في قانون. في قانون الأمن العام يلي داخل خلصة بيرجع على بلده. نحن اليوم نطبق القانون. إذا عم تحكي على شق سياسي يمكن على اللاجئين السياسيين. عم نحكي عن الشق السياسي أنه قرار السياسي اليوم يحتاج هذا الملف قرار داخلي وقرار خارجي. القرار السياسي هو موجود. ما في وين القرار؟ موجود أنه يلي بفوت خلصة لكن بقبرص بيروح لعنده 50 واحد بعد دغري بيرجع برجعون. ايه برجعون على بدأ قرار سياسي. طيب بس ما نحن ما شفنا اذا بدك يعني هيدا النشاط من جانب الجانب اللبناني تحديدا وما عرفنا استثمرنا بهيدا الملف. على كل حال كان قدامنا في امثله. شفنا تركيا شو عملت وشفنا الكثير من الدول كيف استعملت هيدا الملف لصالحها ولمصلحتها الوطنيه. اكيد في تخاذل صار. اكيد ايه. طيب بقول رئيس مئاتي او اوساط رئيس مئاتي بتقول انه خلي مجلس النواب يلتئم والحكومة حتلتزم بما يقرره مجلس النواب. وحضرتك حكيت عن الجلسة التي دعا إليها رئيس بري الأربعاء المقبل من توصيات مع العلم أنه عشرات المحاضر للاجتماعات الوزارية المخصصة لمعالجة ملف النزوح السوري اللي كان يحضرها وزراء من جميع الأطياف السياسية وكل الأمنيين تشهد على كلام واضح من أعلى سلطة سياسية اللي هي رئيس الحكومة بضرورة قيام الوزارات خصوصا الداخلية والبلديات بواجباتها حيال ترحيل كل نازح غير شرعي. والأمر نفسه يسري على الأمنيين بوجود تعليمات واضحة بالترحيل الفوري. فما هو المطلوب أكثر من ذلك؟ لمين عم تتوجهوا بال... حتى نحن آخر يومين تكتل لبنان قدمنا قانونين. واحد معجل مكرر وواحد قانون اقتراح قانون. كمان بينتهم ترحيل السوريين يلي هن غير شرعيين أو يلي مقيمين قبل 2015 أو عم نجرب انه نعطي صيغة قانونية حتى ما يقولوا انه هيدا قرار حكومي. هيدا قرار حيطلع مجلس النواب والحكومة عم تقول انه بالقرار اللي بده يطلع عن مجلس. وانا بتمنى الرئيس بري بكرة. هلا هيدا تشريع الضرورة. اي نعم هيدا تشريع الضرورة. ان شاء الله هو يكون هيك يفكر وينطرح. وانا بقول انه كل الكتل مثل ما قلتي رح يصوتوا مع هيك قانون. برأيك حيصوتوا؟ لا ما بعرف شو منتظر بهذه الجلسة. البعض يسأل انه راح نكون نحن اليوم انه شو حينتج عن هذه الجلسة تحديدا لانه البعض عم بيقول انه قد نكون امام مسرح اذا بدك للمواجهة والمزايدات الشعبوية ربطا بالمواقف اللي عم نسمع يعني مؤخرا. ولانه نعرف انه في اختلاف بين الكتل النيابية بطريقة مقاربة هذا الملف تحديدا. وما بعرف حتكون الجلسة مباشرة على الهواء ليكش على الشكل يمكن مزايدات. يعني بس بالمضمون مزايدات أكبر. بس بالمضمون أنا بقول رح يكون في توافق عليها. طب توافق حول شو؟ يعني حول الخطوات الواجب اتخاذها على قانون أو خطة؟ أكيد هذا اللي تقدمناه بده يتعدل ويتزبط
ويصير عليه اجماع ويمرق. يعني انتم اليوم كتكتل لبنان القوي تقدمتوا باقتراحين؟ نعم. اقتراح سريع واقتراح لانه بتعرفي وقت اللي بيجي بحط لك رئيس بري مع احترامي له بحط القانون معجل مكرر على لائحه فيها 30 قانون يمكن ما يجي الوقت للقانون. فلهيك تقدمنا بقانون اقتراح قانون اللي يمكن يحيله للجان تدرس بطريقه سريعه ونقره. حتتحركوا كمان او حيتحرك التيار الوطني الحر باتجاه المقرات الامميه فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ انا بتعرفي انا مش حزبي ما بعرف شو بدهم يعملوا بس اللي سمعته انه في رح يكون في تجمع بكره خميس بالاسكوا بساحه للمطالبه به لحتى يستنكروا كيف عم يتصرفوا معه. القوات عاملين كمان تجمع تحرك لبنان وكمان على ما يبدو كمان عم بحضروا لمشروع قانون كمان عم بحضروا لمشروع قانون في هذا الإطار. صح صح. ليه عم تقولون يا ريت؟ عشان هيك عم بقول انه يمكن بصير في يعني قبل هني كانوا عم بيقولوا لاسباب انسانيه بحته يعني ما كانوا عم بيقولوا هلا الانسانيه صار على اللبنانيه لك يا عمي الإنسانية مش بس على الغريب صار على ابن البلد. حرام ابن البلد. برأيك في ذلك الحين ما كانت عارفة القوات اللبنانية إنه حيكون لهم انعكاسات سلبية إلى هذه الدرجة؟ أنا بقدر إنه كان في ضغط خارجي إنه يمشوا بهالتوجه. بطل هذا الضغط؟ هذا اتهام. أنا ما اتهمت أنا عم بقول هيك. تقديرك هو اتهام. أنا تقدير لا 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 أنا عم بقول أنا هيك بحس. هلا اليوم لأنه الجو والمنطقة والإقليم. والتطبيع مع سوريا عم بيشوفوا انه لا يمكن هلا لازم يكون في استداره ما عليه بس يعني كانك عم تقول صار في تحول بالموقف يعني في تحول لكن هيدا بأكد انه في تحول بالموقف الدولي تجاه هؤلاء النازحين في نعم. طب لكن كيف عم تقول انه في مخطط لتوطينهم في الفتره المقبله؟ بالاول كان في مخطط لتوطين وهلا هلا يمكن شوي لانه صار في كتير حركه دبلوماسيه نيابيه لتوضيح الموقف تبعنا ونحن كنا كتير صارمين ضغطوا على الخارج يعني بتصور انه صار في تغيير بالمصالح الاجنبيه على هالمشكله بس ليه ما سمعنا هذا الصوت المرتفع اذا بدك ضد هذه الدول اللي هي عم تضغط بهذا الاتجاه بدل تلهي بموضوع المليار اللي هي على اللي حسب ما فهمنا انه هذا المليار مدفوع من 2021 هيدا عن جد بكره ما نستبق الامور عندنا جلسه الرئيس مئاتي رح يشرح لنا كيف رح تتوزع وشو ملابساتها اوكي وناخذ موقف منها. طيب وفي سؤال كان مطروح انه في حصه دعم عوده السوريين من اصل هيدي المليار اللي حكى عنها شو بدك تأدي لتأدي يعني في ناس بتقول ثلاث ارباع رح يروح اللبنانيه وربع للسوريين لا عمالك شوي نحن مش رح نقبل يا المليار لقلنا بعدين عم بيقولوا على 4 سنين وعم بيحطوا فيها انه اصلاحات وكذا بدنا نشوف شو الشروط يلي يمكن شروط تعجيزيه ما يجينا ولا قرش خلينا نطلع باول فاصل بدك اقول لك شيء خلي ياخذوهم ويدفعوا لهم هالمصاري بسوريا وما يعطونا شيء ونحن هيدا المفروض تقولوا للسفراء الدول نحن بسنتين بنرجع نوقف على اجرينا ومن الاقتصاد بيقلع متفائل بسنتين؟ نعم متفائل خلينا نطلع بأول فاصل سعادتك ومن ثم نتابع هذا الحوار ابقوا معنا نتابع 90 دقيقة لهذه الليلة وسعادة النائب فريد البستاني مشان يعني نسكر ملف النازحين السوريين المنتظر بالأربع المقبل وحضرتك تعول على هذه الجلسة بأنه سنكون أمام توصيات لوضع الأمور في نصابة وعم تقول أنه في تحول بالموقف الدولي تجاه هؤلاء نتيجة التحولات الكبرى شوي. التي تشهدها المنطقة شوي مش لأنه في انفتاح على سوريا وبهذا نعم. الإطار كان في كمان اقتراح من وزير المهجرين عصام شرف الدين اقترح موضوع سفن ترحيل آمنة توافق على هذا الاقتراح وبيقول أنه ترحيل 5000 نازح أسبوعيا عبر سفن آمنة تتوافر فيها مواصفات السلامة العامة مش لأبروس فقط بل إلى كل الدول المعنية بالاتفاقات الدولية حول الترحيل وخصوصا كندا التي لديها مناطق شاسعة ويمكنها استضافة هذا العدد من النازحين. قديش هو إذا بدك اقتراح أو سيناريو واقعي؟ هلا سيناريو ديزني لاند حلو كتير هوليوودي يعني يعني هو كتير الفكرة مزبوطة وأنا كتير بحترمه الوزير شرف الدين زلمة ذكي وهيك
بس تطبيقيا كيف بدك تعمليها؟ لك اذا راحوا 10 ومرقوا حد ابرز بكمشوهم، كيف بدنا؟ بس ليه دائما نحن كانه الجهه الاضعف؟ يعني دائما نحن الطرف الاضعف، ليه نحن ما بنعرف نستثمر؟ هيدي ورقه شافش خطير ورقه قوه بايد الدوله اللبنانيه. انت شافش خطير اللي بيطلعوا فيها؟ ما هو عم بقول لك سفن في تتمتع بشروط السلام السلام العامه. من وين بدنا نجيبه؟ ما في سفن، رح نروح نشتري كمان سفن؟ شو هالحكي يعني؟ لا خلي يرجعوا على بلادهم هون على بعد ساعة بالسيارة، هيك بده يرجع لوحده؟ ما بتكون تحكم على الدولة السورية؟ ما بتكون تنسوا معه؟ طبعا بيرجع لوحده طبعا. أنا بتوقع أنه مش لازم ننطر رئيس جديد، لازم اليوم يصير في تواصل معنا. هيدا كان لازم يصير في تواصل كمان بعد رئيس ميشيل عون ولا لا؟ كان لازم. أوكي. هيدا أنا بتأسف أنه ما صار بالدرجة اللي كانوا طالبين السورية، ما كان فيك تحوريهم بالخفية. بس هو ليه كانوا دايما طالبين؟ ليه ما صارت هيدي الزيارة؟ كمان كان في ضغوط خارجية بهذا؟ ضغوط خارجية، لأنه أنت اتهمت القوات اللبنانية أنه كانوا عم يتعرضوا لضغوط خارجية، وكمان أنتم كنتوا عم تعرضوا لضغوط خارجية تمنعكم من زيارة دولة سوريا؟ مش نحن، أنا ما تقولي أنا، الدولة، الدولة إيه كانت معرضة؟ رئيس الجمهورية؟ طبعا كانوا معرض لضغوط. طبعا. خليني نروح على الورقة الفرنسية اللي امبارح لبنان سلم الملاحظات عبر السفارة الفرنسية في بيروت، ونحن عم نقول بموقف واضح انه كل الذي يريده لبنان هو التطبيق الكامل للقرار 1701. وين تكمن المشكلة برأيك بمسألة النقاش مع الخارج؟ شفنا الكثير من المبادرات، شفنا الكثير من الزيارات الدبلوماسية خلال الفترة الماضية منذ 7 اكتوبر وصولا الى اليوم. في شعور انه عم بيكون في انحياز الى الجانب الاسرائيلي اكثر منه الى الجانب أكيد اللبناني. اكيد ما هيدا هالنزاع اللي صار اليوم بغزه. انا بشوف هيدي حرب مدمره. انا بقول انه ما فينا اليوم نعمل اي اتفاقيه لا فرنسيه ولا غير اذا ما نحل هالحل الحرب بغزه، وقف اطلاق النار. اكيد لو بيعملوا 100 شرط و100 بند و100 هيدا كلهم ما قالن عازي قبل ما تنحل الحرب، في عندك إبادة جماعية لشعب. طيب وفي مبادرات، شو ناطرين الفرنساوية اللي هلا لا يجوا يتقدموا بورقة؟ ليه صاروا هاي تاني ورقة بيقدموها الفرنساوية؟ دايما كان في مبادرات فرنساوية. خلي بالأمم المتحدة ياخدوا قرار بيوقف إطلاق النار ويلتزموا إنه إسرائيل تطبقه، هيك بيشتغلوا بلا أخذ ورقة. طب لكن بأي إطار يمكن وضع هذه المبادرات وهذه الزيارات اللي عم بتصير؟ تضيع وقت. ليه؟ تضيع وقت لانه خد ورقه وجيب ورقه، خد ورقه. وين تكمن مصلحه فرنسا لتضييع الوقت؟ واخر شيء احلى شيء منك بجوبيلين بنربط لك هالورقه او بهالمبادره بالرئاسه بحرب غزه او شيء. يا اخي هول مسارين. بس ما المفارقه كانت انه هيدي الورقه لم تاتي على ذكر رئاسه الجمهوريه. ايه بس هي شو بتقول يعني؟ انه كيف بدك تطبقي 1701 تسحبي فرقه الرضوان 10 كيلومتر وبتشيل السلاح؟ ما هو اللي قاعدين على الحدود هن السكان، هن سكان البلدات. انا بعرف ناس من العديسة هو اللي ساكنين بالعديسة. بس من العديسة بتعرف ما كلها هذه القرى. انا بعرف اصحاب اللي من العديسة. وانا بعرف انه هن اهل البيوت. شو بيترك واحد بيته يقول له لا بدك ترجع 10 كيلومتر؟ يعني برايك الطرح هو طرح غير واقعي؟ بيرجعوا. نعم، طرح غير واقعي اللي عم بيكون. اكيد لا، وفي انحياز لصالح العدو الاسرائيلي 100%. طيب لبنان قدم كل الملاحظات في هذا الاطار بما فيها، خلينا نشوف بما فيها كمان ما يتعلق موضوع اليونيفيل، هو لان كمان حسب ما فهمنا انه كان مطروح حريه التنقل لقوات اليونيفيل من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، نشر الجيش اللبناني وعديد على ان يتم التعامل من قبل اليونيفيل. ما تنسي انه صار في عده مشاكل مع اليونيفيل. فايه انا برايي انه لازم تتوضح. صار في حوادث. ايه كان في حوادث، هلا هي فرديه او هي مفتعله ما بعرف، بس انا برايي هيدي الورقه ما رح تفيد على شيء. طب لكن كيف اذا بدك انت تفسر اليوم كل هذه المبادرات اللي قدمتها باريس؟ هيدا الاصرار ينم عن ماذا؟ يعني ماذا تريد فرنسا تحديدا؟ انه ما تفتح، انه المقاومه ما تفتح الجبهه اللبنانيه، لانه اذا انفتحت عن جد بتغير المعادله. اليوم في جبهه اسناد. في جبهه اسناد مفتوحه اصلا، بس مش بالطريقه اللي كان فيها تنفتح اكثر بكثير. يعني برايك اليوم هي حرب مقيده ومنا حرب مفتوحه واسعه على غيرها اللي شفناه بال2000؟ ما راح اسميها مناوشات. لا شو مناوشات؟ اليوم عم بيصير في تدمير لكل هذه في عنا شهداء. اي طبعا، وفي عدد بس كبير. بس انه المقاومه عندها قدرات اسلحه وقتاليه لو بتستعملها عن جد بتفجر الجبهه كلها، وانا بتمنى ما تصير يعني.
طب اليوم الواقعية السياسية تفرض على هذه الدول ماذا تحديدا؟ برأيك اليوم يعني لم يحن وقت التسويات، عناصر أي تسوية منتظرة لم تنضج بعد، وبالتالي أي تسوية ستكون أمريكا هي المعنية الأساسية والمباشرة فيها؟ أنا هيك بقول، أنا بقول إنه الأمريكان هن أصحاب اللعبة اليوم، أوروبيين بموضوع إسرائيل ما لهم تأثير، والأمريكان نحن بسنة انتخابية أساسا، واليوم في صراع بين بايدن وترامب، وإسرائيل تلعب دور بالسياسة العليا. بس الحلو وهي أول مرة جالية العربية يلي هي بين 3 و4 مليون مؤثرة بشكل مؤثرة كبير، صحيح مؤثرة، ويمكن مع الوقت إذا بتقوى اقتصاديا بيجوز تكون مؤثرة اقتصاديا وماليا، يعني بتشكل لوبي ضاغط بتشكل له بضغط. يعني كانك عم بتقول انه حرب غزة اليوم حاضرة في هذه الانتخابات من خلال هذه الجالية العربية اللي حضرتك عم بتحكي عنها، وهيدا هو من الاشياء، هيدا اللي خلينا نشوف تحول بالموقف الامريكي تجاه الحرب في غزة وضغط اليوم على نتنياهو من اجل الوصول الى وقف لاطلاق النار وتسوية. وانا برأيي انه الضغط عليه صعب كتير لانه مجرم، بس مجرم. بيقدر يواصل اجرامه من دون ما حدا يرده بهذا الإطار. عم بيقولوا لنا صلنا أكثر من 3 جماعة نقول ما تفوت على رفح. شو عمل مبارح؟ البعض بيشوف إنه رفح انعطت له إذا بدك أو ضوء أخضر، إنه كأنه سلم لإنزاله عن الشجرة اللي هو طلع عليها، وهو بحاجة إلى هذا السلم للنزول. مزبوط. مزبوط. يعني منا كانت إذا بدك بعيدا عن موافقة أمريكية بمكان ما. يا يمكن موافقة بلا مبطنة أو شيء، بس واضحة. لا قالوا له كذا مرة ما تفوت، قالوا له ما تفوت. طب هيدا كان من مال بيقولوا له ما تفوت، من مال بيقروا له أسلحة وبيعطوه مساعدة، إنه هيدا التناقض بالسياسي. يعني المنيح كان أنه هذه الورقة أيضا اعتبرها الفرنسي ومسودة وفاتح للأخذ والرد في هذا الإطار. ماذا بعد الرد اللبناني؟ ما هو المنتظر برأيك؟ ما اطلعت عليها؟ ما اطلعنا عليها، بس نحن بنسمع هيك من هون ومن هون. لا ما اطلعنا، مشان هيك ما بدي اعطي رايي واعطيك معلومات خطأ. بس ليه ما اطلعتوا؟ ما صار لنا فرصه. بتصور لجنه الخارجيه صار معها خبر، نحن لا. خلينا اسال عن ازمه رح نسال عنها نهار الاربعاء اكيد. باي اطار حتسال؟ باطار لجنه الاستجواب للحكومه. أنه الحكومة كان عليها أن تضعكم في جو هذه الورقة طبعاً المقدمة، وأن توزع نسخ عنا لهذه الورقة إلى كل النواب لإعطاء رأيهم فيها؟ أكيد. بالورقة السابقة طلعتم بكل عليها؟ ورقة تتقدم طلعتم على الورقة السابقة؟ هذه حكومة تصريف عامل، وهذه حكومة ما نالت ثقة المجلس، وهذه حكومة اليوم تصريف عامل بيور، لأنه ما في رئاسة جمهورية، لانه ما عم تتفقوا على رئيس الجمهوريه. لهيك بهالظرف الصعب انتم عم تتفقوا، المشكله عندكم مش عند رئاسه الحكومه، هو كمان بده يخلص. مين انتم يعني؟ يعني اليوم الافرقاء الداخليين اللبنانيين اللي ما عم يقدروا يروحوا الى صناعه قرار وطني ينتج رئيسا للجمهوريه، لانه صعب. تركيبه المجلس النيابي اليوم ياسد ساوسان ما بتسمح لتوافق هين، بس انه ما في مستحيل، لا مش مستحيل، بس اليوم في طرفين اساسيين مسيحيين واقفين. عندك انت اليوم عندك مرشح معلن وعندك مرشح منه معلن. المرشح المعلن نزلنا بجلسه بحزيران الماضي واخذ 51 صوت، صحيح. المرشح الغير معلن كان بوقتها مين غير المعلن؟ جهاد أزعور؟ نو الغير العماد عون، جوزيف عون. وانا بحترم الاثنين، بس في معادله رقميه من دون ما اقول انا لمين بدي صوت، لانه هيدا انا بقرر. انت صوت لجهاد أزعور بالمره السابقه؟ لا انا مش مهم، هلا هيدي شيء مرقنا فيه خلص، انا مش مهم. بس ليه؟ ما معروف، لانه بوقت اللي انطرح هو التقاطع. كيف تقاطع؟ انا ما فهمت هالتقاطع، ما فهمت وصوتت. كيف لو فهمته؟ معلش ما كنت صوتت؟ ما صوتت اللي صوتته. أوكي. بس اليوم هل يا ترى المرشح فرنجية بيقدر ياخد من 51 صوت لل 66؟ إذا قدر ياخد هالكم صوت بيطلع عدديا بينتخب رئيس، ولكن الرئيس برأيي أنا اللي بيطلع 65 أو 66 رح يكون ضعيف. ليه؟ لأنه ما عنده إجماع. جربنا الرئيس القوي ما كمان ما قدر يوصل آخر شيء إلى إذا بدك كان يعني غير ظرف. ليه؟ اليوم نحن بغير ظرف، يعني بنظام مثل النظام اللبناني
ما بدها قصة لا ضعف ولا قوة، بدها آخر شيء توافق. بس الميسائية مهمة. لأنه اليوم بس كمان الميسائية إذا عنده 15 صوت مسيحي هيدا لا يلغي الميثاقية. إذا كتلتين مسيحيات كبار أوكي ما بيصوتوا مع سليمان، بس في أصوات مسيحية أخرى، هيدا مشكلة لإله ومشكلة للبلد. في أصوات مسيحية أخرى حتى فيها صوت لصالحه، بس الأغلبية المسيحية هن بهالكتلتين الحقيقة. طب ليه ما يعني اليوم شو المانع اللي بخلي التيار الوطني الحر يقول لا حاسمة بهذا الاتجاه؟ عنده أسبابه. طب صار في تسوية بعد الرئيس ميشيل عون؟ أنا ما حدا قال لي سألني وأنا بقرر، أنا بقرر، بس في عندهم اسباب وجيهة. شو بتحكوا بالاجتماعات اذا كل هيدي الاسئله ما حدا بيسالك اياها؟ شو لشو بتصير هذه الاجتماعات؟ لانه ما صار في جلسه. ايه اوكي، بس ما هيدا موضوع ضاغط. لو سبتوا جلسه بيصير نقاش جدي، بس انا ما بدي فوت معك بالافتراض انه لو عملنا هيك وعملنا هيك. الواقع انه هيك واقع المرشح فرنجية، واذا كان العماد عون هو المرشح الثاني بده 86 صوت، و 86 صوت منهم متوفرين اليوم، وبدنا نشوف الثنائي الوطني الشيعي مع مين بيوقف. ثنائي الوطني الشيعي حتى الساعه عم بقول لكم عندي مرشح وحيد لغير هو سليمان فرنجية، وثابت على هذا الموقف. رئيس بري دعا الى حوار، تم رفض هذا الحوار. والسؤال، طيب طالما انه بعد الكل على مواقفه، رئيس بري شجع على الحوار مش هيك؟ ليه صار في رفض للحوار؟ حوار يعني بده يسمع رأي الكل طبعا. وقت هو عم بيقول أنا مرشح سليمان فرنجية بس أنا حوار، شو يعني؟ يعني هو مستعد يتسمع لرأي الغير، وجهة نظر الآخرين. لو هو بس بده المرشح فرنجية كان قول هيدا بدي وما في حوار، روحوا بلطوا البحر. لا ما في يقول هيك من موقعه، هو اليوم مرشح وشي ومن موقعه كبرئاسة مجلس النواب بده يدعي لحوار، طالما انه اليوم شايف انه الواقع مأزوم. ما هيدا السؤال، ليه ما عم تلبوا جلسات الحوار؟ انا بالنسبة لألي اول واحد بروح على الحوار، ما عندي مشكلة. تيار الوطن الحر مين ما بيدعي للحوار؟ مين ما بيدعي للحوار؟ انا شخصيا انت فريد البستاني، تيار الوطن الحر بينزل على الحوار، لبنان القوي اعلن انه بيروح. مين اليوم اللي رافض فكرة الحوار بالبلد؟ مثلا بتصور القوات رافضينه. لأسباب تتعلق بماذا؟ في غيرهم مشان ما تصير عرف؟ انه بصير عرف. طب هلا نحن اليوم بظرف استثنائي، صار عنا فراغ اكتر من سنة ونص تقريبا، بعد بدنا نقول انه عرف شو؟ اي عرف؟ ما صار في فراغ. خلينا نحل المشكلة بقى. بالمرحلة السابقة فراغ سنتين وخمسة اشهر يا سعادة النائب. بس ما كان في انهيار اقتصادي. وبوقتها كمان كان في تصلب بالمواقف لولا تقاطعات معينة. بس ما كان في انهيار اقتصادي. وشفنا تحولات بالمواقف. اوكي. نصوصاً كان غير وضع. ما اولا عندك الوضع السوري كتير كتير ملح. وعندك انهيار اقتصادي ومالي. بس يا بس يعني سعادتك الانهيار صار بال 2019. بال 2019 في عهد الرئيس ميشيل عون، كيف رئيس جمهوري شو قدر عمل؟ إذا ما في توافق حتى بوجود رئيس الجمهورية ما بتقدر تروح إلى الخطة. وين حط حكومة حسان دياب خطة إنقاذية وأصلاحية؟ وين طبقت؟ أي خطة؟ شو أي خطة؟ لك أي خطة هلا بدنا نحكي بحكومة حسان دياب؟ إيه ليه ما لك ما أنا موجود كنت فيها أنا حكومة. بعرفها. أول شغلة التخلف عن دفع الأوروبوند كان أكبر غلطة. لانه نحن كنا لازم نعمل رينيغوشيشن ونأجل الشيانس تبع الأوروبوند، ما نتخلف، لانه انت وقت تتخلفي عن الدفع اشهرتي افلاسك وعجز الحكومه. طيب صار اللي والبلد. صار عم بسال انا ما صار اللي صار، بس هلا انا رح اطلب عم بسال انا تشكيل. كانت بوجود رئيس الجمهوريه صرنا بال2019 وصلنا الى الازمه، وكان في رئيس الجمهوريه بغض النظر عن هويه هذا الرئيس، شو قدر يعمل رئيس الجمهوريه لوقف هذا الانهيار بعد الطائف؟ رئيس جمهوريتنا حكم ولا يحكم. طيب خلينا نعرف هالشيء، لكن ليه عم تدعي لانتخاب رئيس جمهوريه طالما انه حكم ولا يحكم؟ لانه بالمعاهدات الدوليه اللي نحن اليوم يعني رايحين لها هو الذي وقع عليه. طبعا هو الذي وقع، يعني تنتظر يوافق ويوقع، يعني تتوقع ان نكون امام اذا بدك نضوج لعناصر التسوية المنتظرة، وبالتالي هيدا يوجب علينا انتخاب رئيس للجمهورية لانه هو المعني بتوقيع الاتفاقات والتسويات اللي منتظرة، ربطا باليوم نتائج الحرب في غزة والتحولات اللي عم تشهدها المنطقة. نعم. ماذا عن دور الخماسية؟ لوين وصلوا وماذا؟ يا عمي الحل لبناني داخلي.
هلأ الخماسية والسداسية والرباعية هيدي كلهم أشياء يمكن بتسهل الحوار. حلوين هيدول حكيت لما بتقولون ايهم شعارات، مش شعارات، ان الحل اللبناني داخلي. اللي انتوا قدرتوا تروحوا الى حل داخلي لبناني، لو كان في حل داخلي لبناني كان في خماسية وكان في مبادرات وكان في خارج بيفرض رأيه عليكم في الداخل. ساعتها شو اللي بيمنع انه الدول اللي بتحبنا انه تجي تعطينا تمدلنا ايد مساعدة وتعطينا نصايح؟ ليش لا؟ اهلا وسهلا فيهم، حتى نصايحهم بس الخيار فيها. بس اكترهم مش عم بيفوتوا باسامي سوسة. اسامي هيدا اخراج محلي داخلي. كنت بامريكا بزيارة مش من فترة طويلة، وبنعرف انه في وفد، لا انت وبنعرف انه وفد نيابي كمان في هذه الاثناء يزور الولايات المتحدة الامريكية، وبحسب الاجواء اللي تنقل من الولايات المتحدة الامريكية انه كل شيء يبنى في الداخل اللبناني يستعمل لمزايدات وشعبوية ومواقف متناقضة بالوقت اللي الادارة الامريكية مش معنية فيه. فيك يعني تعطينا اذا بدك شو اليوم استراتيجية الامريكية تجاه لبنان بشكل واضح، وحضرتك عم تقول انه ما في اسماء، لم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الاسماء، علما انه بالتحليل الواقع الداخلي اللبناني بالتحليلات بنسمع انه امريكا تفضل او ترشح قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، هل هذا صحيح؟ انا اول شيء انا ما تداولت زيارتي بالاعلام لانه انا رحت بمهمة اقتصادية. أنا كرئيس لجنة اقتصاد شغلي اقتصاد، ما اشتغلت سياسة. الوفود اللي عم بتروح النيابية عم بيشتغلوا سياسة، فبس أنا ما كنت معهم. فما بزيارة منفصلة لأنه كنتوا بنفس التوقيت في ذلك الحين. بس لا ما كنت معهم، مشان هيك ما فيني أعلق شو عملوا. أنا اللي بعرف إنه نحنا لازم نشتغل على الـ IMF. إذا ما قدرنا ننجز اتفاقية مع الـ IMF وضعنا الاقتصادي كتير صعب. ونحن عم نجرب نشرح للـ IMF انه بعد مطالبهم بالاصلاحات والاشياء مزبوطة تأخرت، بس ممكن نعملها وفد نواب، بس مشان نصلح لنا قلت وفد نيابي، تفضل. ايه وفد نيابي، فممكن انه نحققها بس ما نربطها بالتوقيت انه ما ننفذ هيدي قبل ما تتحقق. هن دايما بياخدوا اكزامبل الكابيتال كنترول، انه وصل لقمه للتم وما عملتوها. يا اخي اوكي ما عملناها، بس انه خلص يعني مش خط على البلد. ليك شو صار اليوم بمصر، ليك شو صار بالسودان، وقت الاي ام اف بدها تساعد. مش بس الاي ام بتساعد، كمان غير انستانس انترناسيونال بفوتوا، لانه الاي ام اف ساعدت بصير هن يساعدوا. ونحن بلد صغير، اقتصادنا كتير صغير، يعني عم تحصر زيارتك بالموضوع الاقتصادي وما حطيت بس بحسب خبرتك لأنه ومعرفتك. انا مشكلتنا انا بالنسبه لي طبعا في نزوح وفي، بس هي اقتصاديه ماليه، اخذنا خيارات. بس في بروفيل معين بتفضله الولايات المتحده الامريكيه لرئاسه الجمهوريه اللبنانيه؟ مثل شو؟ حدا ما يكون عنده اي ملف فساد، ايه يكون عنده إلمام بالمواضيع اللي نحنا عم نعاني منها. أوكي. أنا اللي كمان فهمته إنه هن داعمين اقتصاد حر. إحنا بالدستور تبعنا اقتصادنا حر. فالولايات المتحدة اللي أنا فهمته إنه هن بيحترموا خياراتنا، وما حدا فات معي بالأسامي عن جد ولا حدا. البعض كان عم بقول انه قد نكون امام زيارة قريبة لهوكشتاين، والبعض الاخر يقول انه قبل انتهاء او وقف اطلاق النار في غزة لن نكون امام اي زيارة. هيدا الشيء باخر اذا بدك اليوم نضوج الحل بما يتعلق موضوع رئاسة الجمهورية، او قد نكون امام انتخابات لرئاسة الجمهورية في المدى المنظور. انا سمعت كذا مرة بواشنطن انه اموس هوكشتاين اجل سفرته لانه بالحرب غزة اليوم شو بده يتفق على شو؟ لازم هيدي يوقفوا هالحرب ويحلوا هالمشكله قبل ما ينتقلوا لجنوب لعنا. بعده زيارته ما لها اي اهميه. بعده اسمك مطروح لرئاسه الجمهوريه، سمعنا اسمك صار في تداول باسمك قبل فتره، حدا حكي معك بهذا الموضوع؟ وين بده يحكوا معي؟ ما بعرف، عم بسالك. ليك كل شيء بوقته حلو. شو يعني؟ الرئيس الحريري لما اجى ب 14 باط قالنا كل شيء بوقته حلو كمان. ايه حلو كتير. ربطا بماذا؟ ربطا بالظروف، ربطا ب مين الاسامي المطروحه. في كتير ناس يعني بيقدروا يقوموا بهالمهمه، مهمه صعبه. مهمة صعبة. شو البحث عن رئيس ولا انتخاب الرئيس ولا نو الرئيس اللي بده يجي عنده طريق شاق جدا.
لناحية بس لناحية ماذا؟ الصعوبات المالية والاقتصادية كتير والاجتماعية. طيب فيما يتعلق عندك بناء الدولة بده يرجع عن جديد. بدي خبرك بناء الدولة بعيدا عن النظام ولا بيظل هذا النظام بناء الدولة القائم؟ بناء النظام التربوي نظام الصحي. لا عم بحكي النظام السياسي القائم هلا مش وقت تغييره. بس انا بقول انه بالمستقبل بعد يكون في عنا فتره سلام وتوافق وطمانينه لشعبنا بجوز اذا فيها النظام شوائب ليش لا شفنا نصححها. تحالف بنقابه المهندسين بين تيار الوطن الحر وحزب الله وحركه امل وبالتالي هيدا الموضوع سينسحب على الانتخابات النيابيه المقبله وقبل ذلك سيبقى سليمان فرنجي هو نقطه تباعد ولا قد نكون امام تقارب بما يتعلق موضوع رئاسه الجمهوريه مع يعني بالسياسه انت بتعرفي ما في عداوه بيرمانانت على طول. انا كثير رحبت بهالتوافق اللي صار من قامه المهندسين وبتمنى انه الثنائي الوطني والتيار انه يكون في دائما تفاهمات وحوار. انت بتعرفي انه انا اشتغلت كثير على الحوار وانا دائما كنت رحب اشتغلت على الحوار ايضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. مش هالمره لا هالمره النائب غسان عطله زميلك ما بعرف هذا كان قرار تيار وجبران بسيل انا ما فت فيها لا اوكي لكن اشتغلت على اي خط انا دائما كنت اقول على ايام رئيس عون انه لنكون في وئام بالدوله ولنكون في المجلس النيابي منتج الرئيس عون يكون هو على علاقه طيبه مع الرئيس بري. انا بعرف شخصيه اثنين وبعرف انه اثنين طيبين ولكن يعني نقول اليوم في تحول بموقف التيار الوطني الحر لناحيه علاقاته في المرحله المقبله بتصور ايه انا هيدا بشوف سيفتح المجال هيدا امام هيدي انا خلاصتي إيه؟ سيفتح المجال برايك امام ماذا على عده أقضية على تحالفات انتخابية جديدة على واقع على الأرض تغير بدنا نشوف قديش هل قديش بدها تغير على ستركتور التكتل. قد ينعكس هيدا الموضوع إقناع للوزير باسيل بالمضي بمرشح الثنائي سليمان فرنجية؟ لا ما بتصور أبدا. طب في مرشح هذا موضوع منه ليس قابل للنقاش. ليه ليس قابل للنقاش؟ لأنه هو عنده يعني أسبابه اللي بيقول إنه هو على مبدأ تعرفي عرضوا كتير عليه سوسن عرض على جبران باسيل إنه هو يكون الرئيس بال 2030 ويعطوه يمضوا له على ورقة مين عرض عليه؟ من أي جهة؟ بعض الأطراف اللي كانت عم تسهل أطراف خارجية يعني عم تحكي داخلية وخارجية ضمن الخماسية؟ إيه ما لا من عدة أطراف داخلية إيه ما قبل ما ساوم ما ساوم يعني معناتها في عنده قناعة مبدئية ما عرضوا عليكم رئيس بهذه المرحلة؟ بهالمرحلة؟ لكن من أول يوم اللي ظهر رئيس عون من بعبدة هو كان عارف إنه حظوظه بهالدورة صعبة بس انا لو ترشح كنت صوت له اكيد طبيعي بدك تصوت له اليوم انت انا على كفاءته انا ما عم لا انا ما بدي حزب انا بقول لك على كفاءته انا بدي حدا رئيس اللي بدي يقعد ببعبدا يكون كفوء كفوء اقتصاديا كفوء ماليا عنده علاقات دبلوماسيه ترجع تحط لبنان على الخارطه العربيه اولا والعالميه ثانيا. طب اليوم قائد الجيش مرضى عنه من الجميع واثبت كفاءه وخبره طويله بتصوت له؟ يعني هو بده اقتصادي هو؟ لا هو انت اليوم انت عم تقول انه من شرط من اهم الشروط التي يجب توافرها في مستحبة شخص رئيس الجمهورية هو ان يكون اقتصاديا داخليا وخارجيا في كتير عم بيقولوا انه حتى لو كان هو على المام كبير او على معرفة كبيرة اليوم من موقعه بصلاحياته بيقدر هو اساسا يطرح خطته الانقاذية فيما لو هو وضعها من دون مجلس الوزراء ومن دون توافق على هذه الخطة؟ كيف هيك؟ عم بسألك أكيد لا إيه طيب أكيد لا بس على كل حال لازم يكون هو ملم بالموضوع بما يتعلق بالموضوع الخماسية تحديدا لأنه ما أعطيتني جواب واضح انتهى هذا الدور؟ أنا بقول إنه إجا وقت صار في سباق بين القطرية والسعودية آخر شيء صار في سباق بين الفرنسيين والأمريكان بس أنا على قناعة إنه leading role هو الأمريكاني
ومتى يحين وقت إذا بدك دخول اللاعب الأساسي إلى الملعب؟ موجود بالملعب اليوم. عبر من؟ عبر السفيرة جونسون. موجودة. وفي رؤية واضحة واستراتيجية. طبعا عندهم رؤية. تقول ماذا هذه الرؤية؟ إنه يرجعوا يعملوا إعادة تكوين اقتصادي للبلد ومالي حتى البلد يكون اجتماعيا ينهض. اللي ناقصها الحلقة الناقصة هي النزوح السوري. أوكي. اللي من لحد اليوم ما كتير استوعبوه أنه هيدي ضرورة. ما فيك تعملي نهوض اقتصادي ما تشيلي هالعبء. ليش مين فرض النزوح السوري علينا؟ المجتمع الغربي. أوكي. وكيف بدك تقنعه أنه هيدا عبء؟ لأنه تغيرت الدنيا كلها تغيرت. يعني عم تقول أنت في تحول كبير باتجاه الدولة السورية، هذا التحول قد يسهل اليوم عودة النازحين السوريين في المرحلة المقبلة. نعم. حضرتك عم بتقول تحليل سليم. نعم. وهذا بيفتح أو يعبد الطريق أمام انتخابات رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة. كتير قريبين. هلا يقال كيف يعني؟ يقال إنه قبل الانتخابات الأمريكية. أنا بقول إنه إذا صار في وقف إطلاق النار بعد جمعة أو جمعتين والإسرائيلية التزموا فيه والعنا هون الجبهة كانت رايقة، بظرف أسبوع أو أسبوعين فينا ننتخب رئيس. في مرشح للتيار الوطني الحر في اسم معين؟ لا، أنا اللي بعرفه لا ما في. لن يكون. بس هن عم بيستعرضوا أسامي. وقت اللي عم بيجوا ناس بيحكوهم بيستعرضوا أسامي من بين اللواء البيصري؟ سمعت هيك. ريت بالأخبار اليوم شو كاتبين نقلا عن هوكشتاين. مين بيقول إنه هذا خبر مزبوط؟ تعرفي الإعلام لا ليه ما فيك تستخف آخر شيء في صحيفة إلى وزنه. بس هو مع كل احترامي لإله هو مش صاحب الرأي الأوحد. مين مرشح، مين بترشح ومين ما بترشح. قد تكون حضرتك مرشح التيار في المرحلة المقبلة؟ أنا ما بدي يكون مرشح حدا. أنا هون بلبنان سوسان بالفرنسية بيقولوا وزير ديزينيه. مش أنا بدي أترشح. بدك يرشحوك. لا، بكرة وقت اللي بيصير في ظرف، إذا صار في ظرف بيطرحوا الاسم وإذا توافقوا عليه بيكون صارت التسوية. مش أنه أنا بدي أجي أترشح. كل اللي جربوا يترشحوا بيصير في توافق وفق تسوية معينة تفضي إلى مزبوط. قد تكون حضرتك مرشح الثالث. أنا أو غيري. أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة معنا ضمن 90 دقيقة، وبدي أشكرك على دائما صدرك الرحب. عضو تكتل لبنان القوي، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية الدكتور فريد البستاني. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل ونستقبل دكتور مصطفى البرغوثي مباشرة بعد هذا الفاصل. إلى المحور الثاني من 90 دقيقة، ويسعدني أن أرحب بأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي عبر زوم مباشرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم. أهلين، يعطيك العافية. الله يعافيك. إلى أي مدى يمكن القول دكتور بأنه نحن اليوم أمام طوفان سياسي قامت به حماس فاجأ الإسرائيلي، وماذا عن التغير الفعلي في موقف الأمريكي تحديدا والتناقض العميق الظاهر بين نتنياهو من جهة وإدارة بايدن من جهة أخرى؟ أعتقد أنه حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، لأنه حماس في الواقع لم تبدي رأيها مستقلة عن باقي القوى المقاومة، تعاملت بذكاء وحكمة وحنكة في المفاوضات الجارية، وفاجأت الولايات المتحدة وفاجأت إسرائيل بموافقتها على بنود الصفقة المطروحة. هناك تلاعب كبير يجري من قبل إسرائيل، وفيه نوع من التواطؤ من الولايات المتحدة في الادعاء بأن هناك تغيير في البنود. هذا غير صحيح وغير دقيق، والوسطاء يعلمون تماماً أنه ما وافقت عليه حماس وما كان يقال أن إسرائيل وافقت عليه وأن الولايات المتحدة طبعا موافقة عليه. وبالتالي الآن بعد أن وافقت حماس، وقد كان الإسرائيليون يراهنون على أنها سترفض أو ستتباطأ لتبرير هجومهم على رفح، الآن انكشفت الصورة بشكل كامل. والولايات المتحدة طبعا في عندها الآن تناقضات مع نتنياهو. مش بس الولايات المتحدة، الجمهور الإسرائيلي
عنده تناقض مع نتنياهو، وخاصة عائلات الأسرى الذين يدركون أنه مستعد أن يقتل كل الأسرى الإسرائيليين من أجل أن يبقى في الحكم. لكن للأسف الموقف الأمريكي مائع وليس كما يجب أن يكون حتى الآن، وكان من واجب الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية الإجرامية في رفح وللالتزام ببنود الصفقة والبدء بتطبيقها. للأسف حتى الآن هناك مماطلة، واليوم سمعنا من بعض الذين صرحوا باسم الخارجية الأمريكية أنه مش بالضبط كانت النقاط هكذا وجرى تغيير. في نهاية المطاف المسألة واضحة، لن توافق المقاومة على الإفراج عن الأسرى ما دام نتنياهو يريد أن يستمر في هذه الحرب، عليه أن يلتزم بوقف الحرب حتى يحصل على الأسرى. إذا موقف المقاومة ثابت مثل ما حضرتك عم تفضل وتقول، وترى بأن هناك مماطلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتمييع فيما يتعلق اليوم بالشروط، ويعني فينا نستنتج أنه موقف المقاومة تحديدا خلط الأوراق برأيك وفاجأ نتنياهو بهذا الاتجاه. ماذا عن يعني كمان تفاجأت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ ربما إلى حد ما، يعني لم يتوقعوا أن يكون الرد بهذه السرعة. هم أرسلوا بيل بيرنز رئيس وكالة المخابرات الأمريكية كي يسرع العملية وكي يساعد في تحقيقها، وطبعا هم كانوا لسه ينتظروا أن يأتي وفد من حركة حماس يوم الثلاثاء إلى القاهرة للبحث، ففاجأهم الرد من مساء اليوم الاثنين. طبعا تفاجأوا. الآن المشكلة في الملعب الأمريكي أكثر مما هي في الملعب الإسرائيلي. في الملعب الإسرائيلي طبعا الكرة هناك، لأنه نتنياهو هو الذي يعرقل وجالانت والفاشيين في حكومته مثل سموتريتش وبنغفير، ولكن الولايات المتحدة هي التي عليها المسؤولية الكبرى الآن. ولا تكفي إشارات بسيطة مثل عدم إرسال قنابل، يعرفوا أن القنابل لدى إسرائيل ما يكفي من القنابل الآن، وطبعا هي الإشارة مهمة لأنه هاي ممكن أن تنطبق على أسلحة أخرى، بس هذا لا يكفي. ربما يكون إرسال بيل بيرنز الآن إلى تل أبيب للتفاوض مع نتنياهو ومع وزرائه ربما يكون وسيلة مهمة للضغط حتى ترتدع إسرائيل عن أمرين. الأمر الأول أن لا تقوم بعملية واسعة في رفح ستؤدي إلى مجزرة وحشية لا سابق لها، وثانيا حتى تقبل بالدخول في الصفقة والبدء بتطبيقها. طب هون كمان سؤال مطروح دكتور مصطفى، ليه هذا الإصرار الإسرائيلي الكبير على دخول شرق رفح، ولا سيما أنه كمان شاهدناه بعد إعلان حركة حماس عن موافقتها على مقترح الهدنة، وبالتالي يعني اليوم رفح هي ستساعد الإسرائيلي على النزول عن الشجرة الطويلة جدا اللي طلع عليها نتنياهو وحكومته، أم ماذا؟ هناك احتمالين، وكل احتمال سيكون نتيجة لتفاعل مجموعة عوامل. الاحتمال الأول الأحسن أنه نتنياهو قام بهذه العملية في رفح حتى يسجل أنه دخل إلى منطقة رفح، وحتى يسجل أنه استولى على معبر رفح، مع أني متأكد أنه لن يستطيع الاحتفاظ بهذا المعبر إلى الأبد، مستحيل يعني، لا يستطيع. وعندها يقول أنا أيضا دخلت رفح وقمنا بعملية، وإذا لاحظت وسائل الإعلام الإسرائيلية والتلفزة الإسرائيلية صورت دخول الدبابات إلى رفح كأنهم احتلوا برلين، يعني شيء سخيف، لأنه المعبر فيش فيه أصلا مقاتلين يعني، ولا في معركة هناك. المعركة تجري الآن في مختلف مناطق شرق رفح وليس في المعبر نفسه. هذا احتمال، وفي هذه الحالة يكون نتنياهو قد وجد لنفسه سلما للنزول عليه. الاحتمال الثاني الأخطر ما زال قائما وكبيرا، وهو أن نتنياهو والفاشيون في حكومته يواصلوا هذه المعركة ويواصلوا الهجوم على رفح على أمل أن يستطيعوا أن يحصلوا على نتيجة ما، على صورة نصر ما، اغتيال قائد فلسطيني ما، احتلال مناطق أوسع. يظن أنهم بهذه، ولكن هم يعرفون موقف المقاومة الآن في شمال غزة أو في مدينة غزة نفسها التي يواصلون قصفها. على كل حال
سننتظر ما الذي يجري، ولكن الآن يجب الضغط بكل الوسائل ومن قبل جميع القوى على إسرائيل كي لا تطور هذه الهجمة وتوسعها إلى كل منطقة رفح. بس كما من ذكرت هي ستكون الجهة؟ مجزرة كبيرة لا سابق لها. نعم، من هي القوى التي تستطيع اليوم أن تضغط على الإسرائيلي سوى الأمريكي دكتور مصطفى؟ وبالتالي يمكن أن نقول بأنه قد نكون أمام فرض أمريكي على الإسرائيليين للقبول بالاتفاق في المرحلة المقبلة، وعن أي مرحلة نتحدث تحديداً؟ على مستوى الحكومات، نعم، الولايات المتحدة هي الطرف الأقدر على القيام بذلك والذي يجب أن يقوم بذلك، ولكن ليست الولايات المتحدة وحدها. كل الدول العربية الآن مطلوبة بأن تقوم بدور ما، أن تضغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة. يعني يكفينا ما جرى في 7 أشهر بعد الماضية من 7 أشهر تقاعس. دكتور مصطفى، نعم، الآن يجب أن أنا سأشرح لماذا الوضع خطر. هذا مهم. الآن هناك ثورة عالمية كبرى أنا أراهن عليها، ثورة الشعوب، ثورة الشباب، ثورة جيل جامعات الشباب في الولايات المتحدة. هناك ضغط في الولايات المتحدة على إدارة بايدن، وهذا لا يستهان به لأنه قد يكلف بايدن الانتخابات القادمة. لكن لماذا أنا أقول الوضع خطر؟ لأنه إذا تطورت المعركة في اتجاه رفح واتسعت المجازر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انفجار شامل في الشمال، في لبنان، مع لبنان. واليوم كانوا يتحدثون عن، يعني صيف يتحدثون ساخن، قبل قليل كانوا عن صيف ساخن. صحيح، جرت ماذا يعني تتحدث ذلك؟ هناك. يعني المجرم نتنياهو الذي مستعد أن يقتل والدته حتى يبقى في الحكم، وحتى تستمر هذه المعركة، وحتى لا يفقد مكانته، وهو يعرف أن نهاية هذه الحرب ستكون، هذا مش كلامي على فكرة، هذا كلام الصحف الإسرائيلية. هو يعرف أنه آخر يوم في هذه الحرب هو بداية نهايته السياسية، لذلك قد يغامر. حتى ولو حصل على ضمانات أمريكية دكتور مصطفى يعني تشكيل حكومة جديدة بحال القبول بالهدنة ووقف إطلاق النار، حكومة جديدة لمن ومن من؟ يترأسها هو في إسرائيل قصدك؟ طبعا. طبعا هو بحاجة لدعم في الأحزاب الإسرائيلية المعارضة الأخرى، أعطته هاي الضمانة. بس ما هو بيعرفه كسياسي خبير، بيعرف إنه الآن في ضمانة، بعد 6 أشهر فيش ضمانة. يعني ما هو هذا مفهوم، إلا إذا أجوا أعطوه صفقة كاملة وقبل بها وقالوا له ربما صحته الآن لا تساعده، لأنه الآن في تقارير إنه تعرض لمشاكل قلبية، والآن موكبه ترافق سيارة إسعاف، هذا ما كشفته الصحف الإسرائيلية. ربما الآن سيكون ممكن أن يقولوا له تعال بنعطيك صفقة، مش بس بنخليك فترة في الحكم، كمان بنعفيك من قضايا الفساد الأربعة. في هذه الحالة يمكن أن يستعمل هذا الأسلوب معه، وقد يقبل به لأنه إنسان أناني في آخر المطاف. بس أنا اللي بهمني أن أقوله أنه الخطورة هنا، إذا انفجرت الأمور في الشمال ستنفجر أيضا بشكل أوسع مع اليمن، مع العراق، سنشهد انفجار إقليمي كامل. يعني رفح ليست لقمة سائغة، ويعني المقاومة مش ستنتظرهم بالظهور يعني للدبابات الإسرائيلية. لذلك أنا آمل أنه كل الضغوط الموجودة الآن إحنا من أجل أن نخفف المعاناة عن شعبنا. وأعيد وأؤكد ما قلته مرارا وتكرارا، قبل معركة رفح وبعد معركة رفح، ولو جرت معركة رفح الكبرى، لن يغير هذا شيء في حقيقة أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها الأربعة. ولن فشلت تستطيع في تحقيق اختلاع أي هدف المقاومة، جديد. نعم، فشلت في استرداد الأسرى بالقوة، فشلت في فرض سيطرتها العسكرية، وفشلت في أهم هدف وهو التطهير العرقي لسكان قطاع غزة ودفعهم نحو مصر. يعني هون تشدد من إذا بدك خطورة ما يجري في رفح، وتعتبر بأنه رفح قد تكون حجر الرحى إذا جاز التعبير، لأنه هيدا سيوسع وسيفتح الحرب انطلاقا من شمال لبنان وصولا مرورا بالعراق وصولا إلى اليمن، هيدا اللي يؤدي إلى انفجار طبعا كامل في المشهد الإقليمي طبعا. دكتور. وهون مصلحة الولايات المتحدة ولذلك الأمريكية، عفوا، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تضبط إيقاع هذا الأمر، وبالتالي أن تضغط باتجاه وقف إطلاق النار، ولا لا؟ طبعا مصلحتها من زاويتين، مصلحتها من زاوية أمريكا كأمريكا تريد، لا تريد مزيد من الاهتزازات في المنطقة، و
يعني يكفي أن سمعتها صارت في الحضيض الآن. وأيضا من مصلحة الإدارة القائمة، إدارة بايدن، حتى لا تخسر الانتخابات. وعندما نقول تخسر الانتخابات، مش بس بايدن كرئيس، وإنما حزب الديمقراطي، لأنه عندنا انتخابات الكونغرس في نفس الوقت، وانتخابات ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني ستحدث لهم هزة كبيرة جدا. بس أعود إلى الدول العربية، الدول العربية أيضا ستتضرر إن حدث ذلك. ما في أي ضرر دول الآن واقع تحديدا؟ على قناة السويس، كل الدول في ضرر هائل على قناة السويس وعلى مصالح مصر الاقتصادية. الآن دخول الدبابات الإسرائيلية إلى معبر رفح هذا مس بالأمن القومي المصري، صحيح، واليوم ومس بالأمن الاقتراب في من نهار سيناء فيلادلفيا، بالتأكيد. هذا طبعا يهدد برأيك والأردن، اتفاقيات كامب الأردن ديفيد؟ سيتأثر، طبعا الأردن سيتأثر، مشاكل في سوريا ولبنان والعراق لا يمكن إلا أن تؤثر على الأردن. أضيف إلى ذلك أنه اشتعال هذه الجبهة الواسعة سيؤثر على الوضع في الضفة الغربية، وهذا أوتوماتيكيا سيؤثر على الوضع في الأردن. لذلك أنا أدعو الإخوة العرب لأن يتدخلوا الآن ويلقوا بكل ثقلهم لمنع هذه المجزرة، أيضا حفاظا على مصالحهم وليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني. برأيك يعني بشكل واضح تدعو هذه الدول لا من أجل مصلحتهم ومن أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، يعني دعوة تمام، واضحة وصريحة، حتى ولو كانت يعني إذا بدك الاستجابة قد تكون استجابة متأخرة. سؤال أخير دكتور مصطفى، يعني ما هي دوافع حركة حماس للقبول، أو يعني دوافع قرار الحركة ومفاعيله تحديدا؟ لقبول الاتفاق صحيح، دوافعها واضحة، أنها أولا الأهداف الرئيسية كلها الإسرائيلية فشلت، ثانيا المقاومة تريد أن تحمي شعبها، تريد أن تحمي مصلحة الشعب الفلسطيني ووقف هذه المجزرة الدموية والإبادة الجماعية الجارية ضده، خاصة أن الضحايا معظمهم الأغلبية الساحقة من المدنيين من الأطفال والنساء، حماية شعبهم. الأمر الثالث أن الشروط المطروحة في الصفقة تضمن 3 أمور: أولا تهدئة شاملة أو تهدئة تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل، وهذا هو الهدف المركزي، وقف الحرب العدوانية. ثانيا أنها تتضمن تبادل للأسرى وبالتالي الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين وعدد منهم من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وهذا أمر مهم جدا للفلسطينيين وللأسر الفلسطينية. ثالثا أنها تتضمن وقف الاعتداءات الجارية الآن على باقي الأسرى في سجون الاحتلال وهناك حملة دموية تجري ضدهم، ورابعا أنها تتضمن البدء بعمليات فعلية لإعادة الإعمار للتخفيف عن من معاناة شعبنا في قطاع غزة، وأيضا تتضمن عودة جميع الذين هجروا إلى مناطقهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني الفشل الماحق لكل مؤامرة التطهير العرقي. لكل هذه الأسباب طبعا كان من الواجب القبول. نعم. يعني بس قبل ما أختم، هل رشح شيء من القاهرة حول مسار التفاوض وما جرى اليوم؟ هل تمتلك أي معطيات؟ فيش أشياء تفصيلية، ولكن في شيء واحد، أنه التصريحات التي صدرت تشير إلى أمرين. أولا قيل أنه على الأقل من الجانب الأمريكي أنه المفوضين الإسرائيليين المفاوضين مخولين وليسوا مجرد تقنيين. ثانيا وجود بيل بيرنز في إسرائيل هذا يؤكد أن الحوار يجري على أعلى مستوى. ثالثا انه قيل تصريح مهم للولايات المتحده، ولذلك انا بقول في شيء من النفاق، ولكن في نفس الوقت في شيء من الضغط على اسرائيل، انه قالوا انه الفجوات قابله للردم، قابله للمعالجه. سنرى، اذا كانوا جادين سيفرضوا موافقه اسرائيليه على الاتفاق. على أمل أن نصل إلى النهايات المرجوة، 7 أشهر من الإبادة الإسرائيلية المفتوحة، من المقتلة الإسرائيلية والمجازر المرتكبة. أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة معنا، بدي أحييك شكرا. وحيي كل فلسطيني في الأراضي المحتلة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي الأربعاء المقبل وملف جديد في 90 دقيقة.